شتى أنواعها. وفي خبر جميل آخر، حدد نظام الأحوال الشخصية الجديد سن الزواج عند 18 عاما، ومنع توثيق العقود لمن هم أقل من ذلك. يعني هذا النظام ترى هو مسن من أول وظاهر من أول، واليوم هو تذكير وتفعيل لهذا القرار اللي صدر من فترة، إنه كان يمنع على مثلا الشيخ أو الكاتب اللي يعقد الزواج لمن هم أقل، وكانت تحال للمحكمة لينظر للموضوع إنه ما سبب تزويج الفتاة في سن أقل من 18 سنة. فاليوم خلاص الموضوع أصبح واضح، ما فيش زواج أقل من 18 سنة، وطبعا هذا قرار رائع جدا 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 صراحة. طيب خلينا أخذك يا رؤى.